السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا أنا ومراتي مطبخ وخياطة. النهاردة وصفة جديدة وفيديو جديد، نتمنى أن وصفة النهاردة وفيديو النهاردة ينال إعجابكم ويحوز على رضاكم. هنعمل مع بعض النهاردة المشروب الفعال لسد الشهية والتخسيس بطعم يحبه الجميع وعن تجربة. أولا المشروب دوت من مكونات موجودة في كل بيت، بس قبل ما نقول ايه هي المكونات ونقول ايه ازاي نعمل المشروب ما تنسوش تدعمونا عشان نستمر. تعملوا سبسكرايب لايك وشير، اعجبوا اشتراك على القناة وتفعلوا الجرس عشان تجيلكم مننا كل جديد. اي سؤال او اي استفسار في صندوق الوصف بنرحب بكل اسئلتكم، هنجاوب عليها بكل صراحة وبكل وضوح، ونتمنى ان فيديو النهاردة ينال اعجابكم ويحوز على رضاكم. وهنبدأ على بركة الله نقول المكونات. نص كوباية مية او كوباية الا ربع مية، خيارة، ليمونة، ورق نعناع. نعناع اخضر عادي، بناخد الورق بتاعه بس. دي كانت كل مكوناتنا النهاردة، نتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم وحوز على رضاكم. المشروب دوت سهل التحضير، بيساعد على الشبع جدا، بيعالج الامساك، بيعمل على اخراج الفضلات من القولون. اول حاجة طبعا هنمسك نحط المية في الخلاط كده وننزل عليها بالخيار، وبعد كده هنقطف النعناع بتاعنا. طبعا ده وصفة جميلة جدا لطرد الاملاح الزايدة من الجسم، مضر للبول جدا، ويعمل على تخفيض الضغط الدم المرتفع، ويساعد على نضارة البشرة ومنع ظهور التجاعيد. يعني عن تجربة ان شاء الله. كمان بيمنع الحرقان اللي هو حرقان المعدة او اللي هو زيادة حموضة المعدة. طبعا المشروب ده هنشربه مرتين، مرة لو حابين يشربوا 3 مرات يبقى حلوة جدا يعني، بس هو المعتاد بيتشرب قبل الغداء وقبل العشاء. المشروب دوت هنستمر عليه وهنلاحظ بنفسنا ان احنا بدأنا نخس، وبدأت الجناب عند الرجالة والكرش بدأ ينزل، بيسد الشهية بطريقة مش معقولة. يعني لو حتى قدامك خروف مش هتقدر تاكله. حلو جدا، بيعمل عملية الشبع مفيش، يعني مش هتلاقي نفسك جعان او مش هتلاقي نفسك جعانة خالص. لو قدامك اي اكل مش هتقدري تاكلي. هنعصر بعد كده، بعد ما قطفنا النعناع هنعصر الليمونة بتاعتنا. ما تنسوش تدعمونا عشان نستمر. تعملوا اعجاب على الفيديو وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم مننا كل جديد. بنحيي كل الناس اللي متابعينا وبيتفرجوا على فيديوهاتنا وبيعملوا اعجاب وبيسيبوا كومنت او رسائل على الصفحة، بيشجعونا جدا. كتر الف خيركم وجزاكم الله خير، وربنا يجعلكم عون لينا ويجعلنا عون ليكم، وما نتأخرش عليكم في اي معلومة نعرفها ان شاء الله. بعد كده هنضرب كل الكلام ده في الخلاط عشان نعمل المشروب بتاعنا. حاول نضربه كويس علشان خاطر واحنا بنشربه، طبعا هنشربه على مرة واحدة مش هنصفيه، بيتشرب كده زي ما هو. حاول نخلطه كويس عشان
ما يبقاش يعني باين في بقنا كده. واحنا كده خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة، نتمنى ان احنا نكون افدناكم ويكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم وتجربوه. ما تنسوش تدعمونا عشان نستمر وعشان نقدم لحضراتكم كل جديد. في انتظار رسائلكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.